افتح عليها من هنا تعمل بكذا نشوف نفتح بابا. عنده مهندس اسمه أبو هشام من طرف المؤسسة شركة الأدنى، هو كان عملية تدريبنا في محافظة السلفيت منطقتنا، كان عملية تدريبنا في تكليم الراي كيف يعني نبلش نسكي الزيتون وإمتى. بنسكي الراي في شهر 6 و7 و8 و9، لازم الزيتونة في 3 أشهر تأخذ كل زيتونة كوب مية. وسام أول ما أسكينا المية كانت تنزل بسرعة، حكيت عشان الزيتون استفادت من المية صارت طول شوية تنزل، يعني في المية أنا بحصلها من العين عندنا في البلد، عين المية بنطالع من الأريض بتنكل معي هاي وراي بالطرقت وبجيب لهين. هذا التنك بسع 5 كوب، الخمسة كوب أنا كل زيتون بعطيها نص كوب مية، لأنه كل 15 يوم بعطي الزيتون نص كوب مية، في 30 يوم تأخذ الزيتون كوب مية في الشهر، يعني كل 15 يوم بعطي الزيتون نص كوب، و30 يوم تكبر ماخذ النص الكوب الثاني إلها كوب. من عام واجت نسبة الزيت أو العام أسكيت الراي 25% السكي الراي، يعني شو بالنسبة يعني شو استفدت من المشروع، وكانت المشروع ناجحة 100%. بس شو إحنا يعني المشروع لناس معينة، وإحنا بدنا شو نوسع المشروع كمان. يعني استفدت يعني الرحلات اللي طلعناها على إسرائيل من المهندسين شمعون الليفي والدكتور عبد الهادي، شرحوا لنا مثلا الأمراض الزيتون والورقة شيف التجعد من سببها، بناخذ من التربة على الفحص والمواد اللي بنعطيها للزيتونة وتذوق الزيت، كله هذا شرحناه، واللي بكيت قلنا استفيدوا من جوا أشرح الناس اللي يستفيدوا مني.